مش هتلاقيه بقى. ايه؟ والله مسخرة يا راجل. وانت في رقم كام كده يا بنت؟ الكلمة اللي قالها اللي بيصور الفيديو والله دي مسخرة. ما هو طبعا لما أقول لك إن ده كان مشهد الطوابير الطويلة اللي واقفة دي عشان تطلع جواز السفر من القاهرة، تعرف على طول إن أنت وصلت بالسلامة لبلد الطوابير. طوابير في كل حاجة، إحنا شعب بنحب الطابور، وقفنا طوابير في الدنيا كلها ما كانتش تسمع عنها من يوم ما بنتولد وبنوصل للدنيا لحد ما بنمشي منها ماشيين من طابور لطابور لطابور، طابور للسكر والرز والزيت وغيرهم كتير. لكن لما الموضوع يوصل للدرجة دي، توصل مصر أم الدنيا إن عندها أزمة في استخراج جوازات السفر، والأزمة كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله. وسبب المشكلة إيه؟ سبب المشكلة إن الحكومة ما قدرتش إنها تسدد المديونية اللي عليها عشان تقدر إنها تجيب الورق المستورد واللي بنستخدمه في طباعة جوازات السفر. طب ليه يا جماعة وصلنا لكده؟ ما أنت عندك عجز في الدولار. الأزمة دي بتخلي الناس تبات في الشارع. طبعاً المحافظات حدث ولا حرج، مفيش ولا جواز سفر بيطلع، لا بعد شهر ولا بعد أربعة، لا بواسطة ولا من غير واسطة. فالناس بقت تيجي من مختلف محافظات القاهرة وتيجي تقف قدام الجهة المصلحة الخاصة بإصدار الجوازات من بالليل، يوصلوا كده من الساعة 2-3 ويفضلوا قاعدين في الشارع، طابور بيزود كل شوية بني أدمين وراه عشان لما الساعة 8:30 تفتح يبقى ليهم دور. وطبعا الجملة الشهيرة والمعروفة جدا جدا بتاعت فوت علينا بكرة يا سيدي، لا 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 لا، ده دي أيام الإيه البيروقراطية الجميلة. الجملة دي ما بقتش موجودة دلوقتي خالص. مصلحة الجوازات دلوقتي لما تروح تقدم على جواز السفر يقول لك تعالى بعد شهر أو 4 شهور، يعني على حسب وضعك إيه. طبعا في وسايط على فكرة، ناس كتيرة شهود عيان من اللي راحوا ووقفوا قالوا إن الواسطة شغالة، لو عندك واسطة ممكن تاخده بعد 2 أسبوع بعد 3، لو مفيش واسطة هيقول لك إيه تعالى بعد 4 شهور بعد 3 شهور، أنت ونصيبك بقى. لكن بعيدا عن الطوابير وبعيدا عن الهزار وبعيدا عن إن المشهد ده لا يليق أبدا 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 بالبلد اللي فيها البرج الأيقوني، عايزة أقول لكم إن الأزمة دي لما حصلت في لبنان كانت البلد تقريبا فيها حالة شلل تام. ما كانش فيها لا حكومة ولا فيها وزارات، والناس كانت بايتة في الشوارع في التظاهرات، إنما إحنا عندنا كل حاجة تمام والأمن مستتب. إيه اللي يوصلنا للدرجة دي؟ إيه اللي يوصلنا إننا نكتشف فجأة إن ما بقاش عندنا ورق نطلع بيه جوازات السفر؟ أنتوا بتحبسوا الناس جوه أسوار السجون وجوه أسوار الدولة. الشباب دول كلهم مصالحهم واقفة، مش عايزين يروحوا يطلعوا جواز سفر عشان يبقى اسمهم معاهم باسبور. ده اللي عنده شغل واللي جاله عقد عمل واللي ما صدق يلاقي فرصة انه يهج منها لحياة افضل، فتحكموا عليه انه ينتظر بالوضع ده 4 شهور في احسن الاحوال. نتمنى ان زي ما بيكون في تحرك سريع من وزارة الداخلية عشان تقبض على اللي معاه دولار واللي معاه كيس سكر، تتحرك هي كمان لأن مصلحة الجوازات تابعة ليها، وتحل الأزمة دي اللي بتمس ملايين من أهل الوطن.